حول سوق السيارات في الجزائر بين الاستيراد والتصدير. الأستاذ كمان رزيق الخبير في الشأن الاقتصادي، مرحبا. طيب، استمعت إلى تصريح الوزير الأول الذي أدلى به أمس للصحافة، في أي إطار يمكننا وضع هذا التصريح؟ أكيد الإطار هذا مفهوم، لأن سياسة الحكومة تتجه إلى خلق ما يسمى بصناعة ميكانيكية، وبالتالي الآن على شركة رونو كما تفعل في المغرب لابد أن تفعل في الجزائر، لابد أن تزيد من طاقة إنتاجها، لابد أن تنوع في تركيب السيارات، ولابد أن تتجه هي أيضا إلى تسويق هذه المنتجات التي تركب هنا في وهران إلى الخارج. وبالتالي الحكومة جادة في مسعاها أنها تخلق صناعة لتركيب السيارات، ونشوف الآن في عدة علامات في عدة شركات سواء بدأت بالتركيب أو هي في إطار إنشاء هذه المصانع لعملية التركيب. وبالتالي هذا شيء منطقي، وإذا أردنا أن نشجع أن نثمن تجربة الصناعة الميكانيكية أننا نقلل حجم الواردات أكثر مما كان عليه في 2016 باش نعطي دفع للشركات الموجودة، ونحث الشركات الغير موجودة أنها تأتي إلى الجزائر من أجل عملية التركيب، لأن إبقاء الاستيراد على مصراعيه سوف تفشل التجربة، وبالتالي ما تصبحش العملية جذابة، ويفضل المتعامل أنه يستوردها بدل ما يركبها في الجزائر. لكن عزم الحكومة على التقليص، عزم الحكومة تتجه إلى تقليص، كنا تقريبا 100,000 هذه السنة، إن شاء الله نتمنى أن العام الجاي نقلص على الأقل 50%، هكذا ندفع الجميع إلى التفكير الجاد في عملية الإنتاج والتركيب هنا في الجزائر. طيب سيد كمال الرزيق، في فرضية تقول بأن هذا توجه لمعاقبة ربما المستثمرين الذين لم يطبقوا وعودهم أو أخلفوا وعودهم إن صح التعبير في إيجاد أو تحقيق استثمارات جادة هنا في الجزائر تؤتي أكلها، خصوصا والظرف الاقتصادي الخاص. أكيد، وهو وش يهمنا في الوقت الحالي هو الاقتصاد الجزائري، يهمنا في الوقت الحالي الصناعة الجزائرية، يهمنا في الوقت الحالي إعطاء ديناميكية للاقتصاد الجزائري. هؤلاء ما يسمى لي كونسيسيونير، يعني لسنوات وسنوات حققوا أرباح كبيرة طائلة، وصلنا إلى أن نستورد تقريبا 5 ملايير دولار في السنة، نستورد تقريبا 500,000 سيارة في السنة. هؤلاء داروا كما يسمى بثروة هائلة على عاتق الاقتصاد الجزائري، على عاتق المواطن. الآن الحكومة قالت لهم في 2015 و2016 يعني يجب عليكم أنكم تفكروا في إنجاز مصانع سواء لتركيب قطع الغيار أو لإنشاء تركيب السيارات. هناك بعض المتعاملين الاقتصاديين يعني وفوا بوعودهم، ونشوف الآن علامات تركب مثل هونداي مثل رونو، ونشوفوا باللي حتى علامة الفولكسواجن يعني راح تبدأ، وبالتالي هؤلاء لابد هؤلاء نشجعوهم. أما العلامات الأخرى التي تنظر إلينا أننا سوق فقط كاستهلاكية لمنتوجاتها، أنا الأول أن يتم إقصائها. وأنا أتفكر أن رئيس الحكومة قال في إحدى زياراته بأن سوف يأتي يوم إذا هذه العلامات ما لم تفي بالتزاماتها لقيام هذه الصناعة سوف تمنع من عملية الاستيراد، وبالتالي تمنع من دخول إلى الجزائر. طيب، تعودنا على هذه اللهجة من قبل أطراف الحكومة، هناك يعني تصريحات تخرج ثم سرعان ما يعني يتم الرجوع أو العدول عنها في حال تغير الظروف أو في حال شيء معين هكذا يغير الخارطة. هل تتوقع أن هذا التصريح يعني سيصمد أمام السوق، لأنه فيه الكثير من العوامل المترابطة، منها السوق هنا وكذلك الأمر مرتبط بالمتعاملين الاقتصاديين الذين يستثمرون هنا في الجزائر، يعني الأمر ليس مرتبط فقط بالحكومة؟ شوف والله، شوف أكيد الكلام كان صائب لو كنا في 2013 12 14، لكن ظروف الحالية الأمور متغيرة. ليكون في علمك وفي علم الأخ المشاهد بأن 2017 هي من أصعب سنوات التي ستمر عليها الحكومة الجزائرية والدولة ككل، لذلك أعتقد بأن رئيس الحكومة خطابه لم يتغير في 2015 و2016، نفس اللهجة مع وزير الصناعة، أن هؤلاء لابد أن يفكروا ماليا، إما يختاروا التركيب ويختاروا إقامة مصانع هنا في الجزائر، والدليل أنه قال تحب تلحق 60 100 200 ألف سيارة في الجزائر فلك الحق أن تنتج ذلك. أما الإبقاء التفكير فقط أننا نستورد، أعتقد بأن الأمور تغيرت تماما، وأن الحكومة جادة، لأن الظروف المالية الصعبة اللي نمر بها ما راحش تسمح هامش المناورة للحكومة، لأن الإبقاء على استيراد سيارة بهذه المنحة سيقتل الصناعة الفتية للتركيب، لأن فيه ناس
يعني جادين في بعض المتعاملين يعني نيتهم حسنة. لذلك فأعتقد بأن آن الأوان أن نغربن بين من يريد استثمار شراكة شراكة وبين من يريد أن يجعل السوق الجزيرة فقط السوق الاستهلاكية. لذلك فأعتقد بأن 2017 هي محطة أساسية من خلال أننا نقلل من عملية الاستيراد. مثلا شركة رونو إذا قللنا لها ولا منعناها من الاستيراد يحق لها ويمكن لها أن تعوض ما سوف تفقده من الاستيراد من خلال مضاعفة عملية التركيب. يمكن أن تفتح خط تركيب آخر، خطين ثلاثة، لما لا تقوم مثلا بناء مصنع في الشرق مصنع في الوسط. لذلك فأعتقد بأن إذا أرادوا أن يبقوا على حصصهم السوقية، إذا أرادوا أن هذه العلامات التجارية تبقى في الجزائر عليهم أن يركبوا. هذا واحد. ثاني، لابد أن يفكروا ماليا بجزء من هذا التركيب يتم تصديره إلى الخارج. لما لا؟ لأن ما هي فائدتنا أنه يجي يركب فقط، لكن عندما رونو أو العلامات الأخرى على الأقل 20% يتم تصديرها إلى الخارج، ستصبح هذه المؤسسة تجلب رؤوس الأموال بالعملة الصعبة وتصبح العملية رابح رابح بمعنى الكلمة. طيب، عامل الثقة يظل طرف مهم في هذه المعادلة. المواطن الجزائري ما زالت عنده هذه الصورة النمطية أنه ما ينتج هنا في الجزائر هو لا يوافق المعايير المعمول بها في العالم، وبالتالي هذا ما سيحدد في المستقبل مصير هذه المصانع أو مصير هذا الإنتاج. لا، والخطأ يعني نقوله بكل، حتى ما يتم استيراده من الخارج فهي خردة، لأن مع الأسف الشديد لا وجود في أي ميناء من طرف وزارة التجارة لسنة وسنوات مخابر. ما هو المخبر الذي موجود في الجزائر يقوم بما يسمى بالتست على السيارات تدخل الجزائر؟ مع الأسف الشديد غير موجود، بالعكس. لكن المواطن الجزائري عنده، المستهلك الجزائري عنده هذا الصورة، عنده. مع الأسف الشديد المستهلك الجزائري يبحث على الأرخص، يعني ما نقولش 100% لكن الغالبية. لكن قضية الجودة ليكون في علم المشاهد بأن مع الأسف الشديد كل ما يدخل من الموانئ الجزائرية غير مضبوط 100%، يعني من ناحية المعايير من ناحية الجودة ومن غير ذلك. هناك علامات كثيرة الآن تباع هنا في الجزائر مستوردة، سواء فرنسية أو ألمانية أو غير ذلك، لا تباع في بلد المنشأ. لذلك لابد المواطن أن يغير هذا النمط، وأعتقد بأن هذه السلوكات بدأت تزول، لأن المواطن الجزائري أكيد يحب منتوجه، لكن لابد أن وزارة التجارة ولابد أن وزارة الصناعة تلعب دور في عملية القياس والتدقيق، لأن ليس كل من يريد أن يركب هنا سيارة يسمح له. لابد أن تأخذ معين الجودة، خاصة أن دفتر الشروط الآن الذي وضعناه في استيراد السيارات هو نفس دفتر الشروط المطبق على السيارات التي يتم تركيبها في الجزائر. لذلك فأعتقد بأن الآن أمور بدأت تتغير، ولابد على الحكومة الجزائرية، لابد على حتى الشركات أن تسوق منتوجها. علاش نشوفوا الآن إذا نشوفوا القنوات الفرنسية نجد أن علامات السيارات تقوم بحملة إشهارية كبيرة، مع الأسف الشديد عندما نشوفوا القنوات الجزائرية هذه السيارات ما تقومش بهذه الحملة. لماذا؟ لأن المستهلك الفرنسي والمستهلك الألماني والمستهلك الأمريكي تعطي له كل هذه الضمانات من هذه الحملة التسويقية. آن الأول لهذه الشركات أن تقوم بحملة تسويقية، عندنا قنوات تلفزيون، عن جرائد، باش تغير سياستها الإشهارية باش تكسب ود المستهلك، تكسب ود وولاء المستهلك. نشوف هذه العلامات لا تهتم لولاء المستهلك. لماذا؟ لأنها الوحيدة. لكن عندما يكون الآن تركيب عدة علامات، هنا سوف ترى بأن قنوات تلفزيونية وغير ذلك ستلعب دور كبير في عملية الإشهار، في عملية التوعية للمواطن نحو هذه المنتوجات. دون أن ننسى الأسعار التنافسية اللي موجودة في السوق، هذا الشيء يخلق فارق عند المستهلك الجزائري. هذا شيء بديهي. لذلك أنا الأوان لهذه الشركات أن تفكر تفكير عقلاني اقتصادي. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يهتلك هذا المصنع في سنتين أو ثلاثة أو أربعة. هذا المصنع يهتلك لعشر سنوات، 20 سنة. لذلك عندما نغير عملية الاهتلاك وبالتالي نطبق عملية الاهتلاك معقولة، التكلفة سوف تنخفض، وبالتالي هذه الشركة التي تأتي للجزائر سوف تسترجع مبالغ مصنعها في عدة سنوات أحسن ما تسترجعها في سنتين أو ثلاثة، لأن عامل المنافسة هو يدفع هذه الشركات على بحث أفضل طريقة من أجل الاسترجاع بأقل سعر ممكن باش تبقي حصتها السوقية. طيب، تصريح الوزير الأول عبد الملك سلال أكيد سيلقي بظلاله على سوق السيارات هنا في الجزائر، سوق المستعملة أقصد، سوق السيارات المستعملة. وشوف المشكل أن سوق السيارات المستعملة الوزارة تكلمت كثير وتكلمت كثير، وزارة التجارة وزارة الصناعة لتنظيم هذا السوق، لكن مع الأسف الشديد ما زالت الفوضى، لأن هذه الفوضى هي اللي تتصور أن الأسعار اليوم خيالية، فما بالك بعد هذا التصريح وما سيكون بعد ذلك؟ لأنه إذا تحدثنا عن تقليص لرخص الاستيراد في السنة المقبلة فهذا خصوصا إذا ما كانتش إجراءات مصاحبة لهذا. شوف باش يكون في علمك،
أن هذه الأسعار هي خيالية، ليس قضية سبب العرض والطلب للفوضى الموجودة الآن في سوق السيارات المستعملة والمضاربة، لابد أن ننظمها. هذا واحد. ثانيا، عندما رئيس الحكومة تكلم على أنه سوف يخفض من عامية الاستيراد، ليكون في علمك يا أخي بأن في 2017 الآن عندنا على الأقل 3 أو 4 علامات سيارات نفعية ستدخل، سواء كانت موجودة أو ستبدأ الفولكس فاكن في شهر 4 أو شهر 3 من 2017 تبدأ تعرض منتوجاتها المحلية، الهونداي بدأت تعرض منتوجاتها المحلية، رونو بدأت تعرض منتوجاتها، وبالتالي كنا نستورد 100,000 راح نستورد مثلا 50,000، ال50,000 زائد ما ينتج راح ننتج تقريبا يمكن واحد 100 أو 150,000 سيارة، وبالتالي ما يتم منعه من الاستيراد يتم تعويضه من المنتوج المحلي. لذلك الحكومة يجب عليها أنها تقلص هذا الاستيراد كلما زاد عملية الإنتاج، كلما زادت عملية التركيب. يعني نشوفوا من 2017-18 يمكن يصبح عندنا 7 علامات يتم تركيبها وبيعها في السوق الجزائري، هذه العلامات تتنافس فيما بينها، وبالتالي حنعوض. ولابد على الحكومة، يعني تعطلت راهي متأخرة كثير في تنظيم سوق السيارات المستعملة، لأن 21% من الأسعار هي أسعار خيالية وهي مضاربة ليست لها علاقة إطلاقا. طيب، لا بين العرض لا بين الطلب. نستمع إلى تصريح لمدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع اللواء رشيد شواكي، الذي قال أن سيارات وحافلات وشاحنات مرسيدس المنتجة بالجزائر ستوجه للتصدير عن قريب، بما أنها ذات جودة عالية. والتغطية دائما كانت لزميل محمد سعداوي. واحد اللي يسيطر على تكنولوجيا تاع دايملر مرسيدس هو عنده علامة اللي تعطي له إمكانيات صحيحة ومتوقعة للتصدير. نحن كمنتجين السيارة ولا الحافلة ولا شاحنة مرسيدس نقدروا، عندنا طموحات كبار اللي نصدروا هذه الحافلات للخارج، لأن ما كانش فرق بين السيارة اللي منتوجة في الجزائر، السيارة مرسيدس اللي منتوجة في الجزائر بهذه العلامة مرسيدس، من السيارة اللي منتوجة في الألمان. هذه الصناعة اللي متوجهة للتصدير تكون متبوعة أولا بتكوين دقيق، بتنظيم دقيق، وبمردودية دقيقة. طيب، بالحديث عن شركة مرسيدس، هذه الثمرة التي ينتظر منها كذلك الكثير في قادم الأيام، هل تعتقد بأنه يمكن لها أن تنافس؟ كان اللواء يتحدث عن التنافسية في الخارج، هل حقيقة لدينا من التقنيات التي يمكنها أن تنافس المنتوج أو تضاهي المنتوج في الخارج؟ إذا أردنا نعم، لأن اللواء أتكلم بلغة الحزم، وهذا دليل بأن المنتوجات اللي نشوفوها في السوق الجزائري الآن يعني منتوجات رائعة، أصبحت توجه حتى المدنيين، يعني بكل صراحة، يعني من ناحية شكلها من ناحية قوتها منتوجات رائعة، وبالتالي أعتقد بأن عندنا ميزة كبيرة، لأن هذه العلامة موجودة فقط في الجزائر، يمكن أن نصدرها على الأقل للعالم العربي والإفريقي. يعني عندنا هذه الميزة، ونتمنى إن شاء الله أن على الأقل جزئي يتم تصديره، لأن راح يكون يعطي الدفع لهذه المؤسسة، لأنها ستكتب عملة صعبة وراح تطور وتزيد في المستقبل نسبة الإدماج، يعني ترتفع شيئا فشيئا باش تصبح مثل شركة سوناكو وغير ذلك. لذلك فأعتقد بأن الإمكانية والمغامرة مقبولة والإمكانية موجودة، وبالتالي الميزة التنافسية من ناحية الجودة موجودة، فقط كما احنا نقولوا لازم نعرفوا كيف نصدروا، لأن عندنا الآن أمامنا 53 بلد إفريقي، عندنا تقريبا 21 بلد عربي، يعني كلها سوق في احتمال أننا نصبح من أكبر مورديها في هذا السيارات. ما نتمنى. شكرا جزيلا لك أستاذ كمال رزي، كنت ضيفي هذه الأمسية. نمر